أصبح الآن الجمع بين العلم وطلب الرزق، التجارة تعارض، ولهذا يضطر كثير من الشباب إلى ترك العمل والتفرغ للعلم، فهل هم ملومون على ذلك؟ لا، ما يتعارض طلب العلم مع طلب الرزق. تطلب العلم في وقته، ما أنت تطلب العلم الليل والنهار، تطلب العلم في وقت ساعات، والباقي تروح تطلب الرزق في البيع والشراء والعمل نعم، ما يتعارض هذا مع هذا. نعم، سواء كانت طلب العلم في المساجد أو في المدارس، المدارس طلب العلم فيها ساعات فقط ثم تخرج منها، صرف زمانك الباقي في طلب الرزق، ما في معنى. طيب، نعم.